نعم، بالفعل في مدينة الأبيض ومنذ الأمس تدور المعارك والاشتباكات العنيفة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. قوات الدعم السريع تحاصر هذه المدينة من اتجاهين، في الاتجاه الشمالي وكذلك من الاتجاه الغربي. القوات المسلحة وعبر الطيران الحربي قامت بقصف مواقع قوات الدعم السريع. بالأمس كانت هنالك إطلاق للصواريخ وكذلك القذائف على مدينة الأبيض، وبالتالي في صباح اليوم أيضا تجددت الاشتباكات العنيفة على الأرض ما بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. القذائف سقطت بالقرب من مستشفى الضمان، وهو المستشفى الذي يعمل في مدينة الأبيض، وكذلك بالقرب من المستشفى الكبير لمدينة الأبيض. هذه القذائف أدت إلى سقوط مدني واحد قتيل جراء هذه القذائف، وبالتالي مدينة الأبيض ما زالت وعلى مدى شهرين محاصرة من قبل قوات الدعم السريع، والقوات المسلحة تحاول في كل المرات إبعاد هذه القوات عن تلك المدينة. كذلك تواصلت الاشتباكات العنيفة في الخرطوم. بالأمس كانت هنالك اشتباكات في أجزاء واسعة في محاور القتال في العاصمة الخرطوم. بالأمس أيضا كانت هنالك عمليات لإطلاق القذائف، قذائف الهاون من على البعد، خاصة في منطقة أم بدة غربي سوق ليبيا. هنالك سقطت قذائف بالقرب من سوق قندهار في أوقات متأخرة جدا من الليل. كذلك تواصلت الاشتباكات بالقرب من سلاح المدرعات في الخرطوم، وهذه هي المنطقة الساخنة التي تدور فيها هذه الاشتباكات منذ وقت طويل. وكذلك قوات الدعم السريع أجلت وأخرجت المواطنين عن تلك المنطقة، منطقة العشرة، باعتبارها منطقة مواجهة عسكرية. كذلك الطيران الحربي تحلق صباح اليوم بشكل كثيف جدا في المدن الثلاث في الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري. تم إطلاق القذائف على مواقع تمركزات قوات الدعم السريع في مواقع مختلفة، خاصة في جنوب الخرطوم وفي شرق الخرطوم. كذلك اللافت أن القوات المسلحة بدأت تتحرك في ضاحية بري، وهذه المنطقة هي المنطقة التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، خاصة وأنها منطقة استراتيجية هامة حيث تقع في الناحية الشرقية لمطار الخرطوم والقيادة العامة. تحرك القوات المسلحة بحسب مراقبين ومحللين عسكريين يقولون إنها محاولة لفك الحصار على القيادة العامة، والقيادة العامة ما زالت محاصرة من الناحية الشرقية. تسيطر القوات المسلحة على أجزاء واسعة من القيادة العامة، بينما قوات الدعم السريع تسيطر على أجزاء أيضا من هذه القيادة العامة، المنطقة الساخنة في وسط الخرطوم. نعم أحمد ضو البيت.